مشاهدي الجزيرة الرياضية، عيدكم مبارك سعيد. تتواصل إثارة الشامبيونز ليغا الإفريقية دوري الأبطال بواحدة من المباريات المثيرة نترقبها جميلة بين واحد من أقطاب الكرة الإفريقية، نادي شبيبة القبائل صاحب اللقبين على مستوى مسابقة الشامبيونز ليغ بالمقابل الإسماعيلي. نتذكر سيناريو وشريط مسابقة دوري الأبطال وأول فوز عام 69، يتمنى أن يواصل على نفس المنوال والذهاب إلى أبعد حد في مسابقة دوري الأبطال كما ذكرت هذا الموسم. إذا لقاء الكبار، لقاء العمالقة أمام أجواء حماسية ورائعة في ليلة العيد هنا بالواحد من نوفمبر معقل نادي شبيبة القبائل. حسابيا الفريق الجزائري مؤهل لدور النصف النهائي في انتظار حسابات باقي الأندية الأخرى ضمن المجموعة الثانية التي تضم الأهلي وهارتلاند وكذلك الثنائية الحاضرة اليوم. ننتظر منه منتوج كروي يليق بسمعة الناديين شبيبة القبائل الجزائري ونادي الإسماعيلي المصري. كما ذكرت الجمهور قياسي يحضر هذه المقابلة للاستمتاع بفقرات فنية وعروض جميلة وأهداف نتمنى في سيناريو 90 دقيقة، خاصة بالنسبة للمصريين مباراة نكون أو لا نكون مباراة حاسمة بالنسبة للدراويش من أجل الحفاظ على أمل الوصول لدور نصف النهائي. بالمقابل الشبيبة تريد الصدارة، تريد الريادة في المجموعة الثانية ولا شيء غير ذلك من أجل تفادي الأصعب في دور النصف النهائي. طبعا المجموعة الأولى تضم الترجي، مازيمبي وفاق سطيف والديناموس، مجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار الرباعي الذهبي الذي سينشط مباراة نصف النهائي. ندخل لتفاصيل ومعطيات هذه المواجهة بقيادة الحكم الليبي الرائع عادل أمامنا على الصورة. يعطي ضربة البداية اليوم الشبيبة، يدخل بالأسماء التالية، الأسماء التي عودتنا على لقاءات ممتازة سواء هنا بالمعقل الواحد من نوفمبر أو خارج الديار. جيجير المدرب السويسري يفضل التشكيل التالي، عبد الملك عسلة، دويشر، عمارة، وصالح نسيم، ونحن نتابع هذه الكرة الخطيرة والتسلل. التسلل يعلن عن الحكم الليبي الراي عادل في أول لمسة. هنا المهاجم عودية محمد الأمين أمامنا على الصورة، واحد من المهاجمين المرعبين معول عليها اليوم من طرف المدرب جيجير من أجل زيارة شباك الحارس محمد صبحي. هذا هو التهديد الأول، الاختبار الأصعب ينتظر محمد صبحي مثل هذه الكرات. محمد الأمين عودية التسديدة لكن الصافرة جاءت قبل ذلك. أكمل التشكيل بالنسبة للشبيبة، عبد الملك عسلة في الحراسة كما ذكرت، دويشر، عمارة، وصالح نسيم، إلى جانب بالكلم سعيد وعلي ريال والعارفي وتجار سعد. نساخ عودية محمد الأمين يعلوي والطائر الأيمن كوليبالي. اليوم تغيب أسماء، غياب نيلي ويحى شريف، في حين جيجير يحتفظ بحميتي على مستوى بنك الاحتياط. هذه الأسماء التي فضلها جيجير منذ بداية هذه المباراة أملا في الإقناع وإمتاع جماهير الواحد من نوفمبر هنا بمدينة تيزي أوزو معقل القبائليين هنا في الديار الجزائرية. بالمقابل النادي الإسماعيلي اليوم بقيادة المدرب الهولندي فوطة يدخل بالأسماء التالية، محمد صبحي، أحمد خيري، عبد الله السعيد. ونتابع هذه الكرة الخطيرة جدا من الشبيبة والعرضية، من يتابع؟ محمد عودية لمين، لمين أمام الرقابة الدفاعية، يضطر للعودة وانتظار المساندة من الطائر الأيمن كوليبالي. يفضل هنا للاعب العارفي تغطية من الجهة اليسرى. وأعود لتشكيل فوتا الهولندي، محمد صبحي، أحمد خيري، عبد الله السعيد، عمرو السولية، شادي محمد، أحمد السمير، فرج معتصم السالم، عبد الله شحات، أحمد علي، والجودوين. تقريبا الأسماء والتشكيل الثابت بالنسبة للمدرب الهولندي فوطا الذي خاض المباريات السابقة. وذكر المشاهدين الكرام لقاء الذهاب بالإسماعيلية انتهى لمصلحة الجزائريين واحد لا شيء، ودائما تجار واحد من النجوم التي صنعت الانتصار في الديار المصرية سواء مع الشبيبة أو مع نادي الأهلي. طبعا مباراة كبيرة قدم الشبيبة في استاد القاهرة أمام الأهلي المصري نتيجة 1-1، أهلت حسابيا الشبيبة للدور النصف النهائي. كما قلت جمهور كبير حاضر اليوم في الموعد المهم جدا في هذا اللقاء الأخوي.
بين الأشقاء الجزائريين وكذلك المصريين. طبعا روح رياضية عالية جدا واكبت مسيرة التحضيرات بالنسبة للمصريين، لاقوا تقدير والاحترام كبير وأيضا كرم كبير في الجزائر هنا. حتى التدريبات مرت في ظروف جيدة جدا، مكنت المدرب فوطة من وضع آخر لمسات آخر رتوشات قبل الدخول في هذه المباراة الرسمية. إذا انطلقت المباراة على بعد 4 دقائق. أمامنا على الصورة الجمهور العريض، وبالمناسبة نتحدث عن هذا الجمهور طبعا مكون من عدة إلتراج، إلترا يانكي بويز والإلترا الأبرز على مستوى الجمهور الشبيبة. عودية وتضيع الفرصة الأولى للشبيبة، التسديدة الأولى والتهديد الأبرز لمرمى الحارس محمد صبحي. نشاهد اللقطة من جديد، دائما القيادة للمهاجم الصريح محمد لامين عودية. اليوم يغيب حميتي لكن عودية موجود، عرضية على المقاس، المتابعة بهذه الطريقة، كرة مرت جانبا صعبة جدا بالنسبة للحارس محمد صبحي. إذن التهديد الأبرز بعد مرور 5 دقائق، واضح النوايا الهجومية من جانب الشبيبة القبائل. محمد لامين عودية دائما في القيادة. كنت أتحدث عن الجمهور الرائع الحاضر اليوم في مدرجات 1 نوفمبر، العديد من الإلترات حاضرة اليوم ولسانة حال واحد فرصة جي اس كا إلترا يانكي بويز وكذلك جوكس إلترا وإلترا جرانتشيو دائما حاضرة مع الشبيبة محليا وكذلك على مستوى الإفريقي. ما دمت تتحدث عن القارة الإفريقية، اليوم لدينا فريقان كبيران، فريقان عريقان عودنا على التألق في المحافل الإفريقية. نتحدث عن شبيبة القبيل صاحب اللقبين، ونتحدث عن الإسماعيلي أول فريق مصري يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة، التسمية القديمة كان ذلك عام 69 قبل أن يأتي الدور على قطبي الكرة المصرية الزمالك والنادي الأهلي. كرة قبيلية في الجهة اليسرى، واضح النية الهجومية منذ البداية من جانب الشبيبة. البعض قال بأنه مباراة شكلية، مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للجزائريين، لكن هنا يريدون التأكيد والإقناع وأيضا وضعهم كواحد من المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي. قد يكون الثالث ببصمة جزائرية وقد يكون مصري مع وجود الثنائي الأهلي وكذلك الإسماعيلي. 5 أندية عربية حاضرة في الدور ربع النهائي دور المجموعات، مع وجود فريقين ديناموس وكذلك نادي مازيمبي بطل النسخة الماضية. كرة قبيلية في الجهة اليمنى والحكم ماذا يقول؟ التغطية من جانب اللاعب الطائر الأيسر أحمد سمير فرج، هنا يتدخل رقم 17 في اللقطة الماضية. إذا نشاهدوا الكرة والتدخل وهذا السجال في الكرة الماضية، إذا تنفيذ التماس من جانب أحمد سمير فرج. بالمناسبة أحمد سمير فرج طبعا لاقى فرصته ضمن المنتخب المصري، كان من بين الحاضرين في كأس القارات كبديل في لقاء الإيطالية. مجموعة من الأسماء المصرية تلقت الدعوة من جانب الكابتن حسن شحاتة لتدعيم منتخب مصر، ولدينا اليوم اسمين يعول عليهما من طرف المدرب الهولندي فوطة لصنع الانتصار هنا من قلب الجزائر. يتعلق الأمر بأحمد علي المهاجم السابق لبترول أسيوط، طبعا كان حاضر في أول لقاء كأساسي ضد السيراليون، وأيضا عمرو السولية واحد من الأسماء الشابة مستقبل الكرة المصرية دخل كبديل أعتقد مكان أحمد حسن في لقاء السابق كما ذكرت أمام السيراليون. تعادل بطعم الخسارة ليس فقط بالنسبة للفراعنة ولكن أيضا بالنسبة للمنتخبات العربية شمال إفريقيا، نتحدث عن تونس والجزائر وكذلك منتخب المغرب. إذا الكرة في التماس بعد التدخل الأخير من جانب الدفاع شبيبة القبيل. سعيد بلكالم قطب الدفاع هنا يتكلم بعد هذه الكرة إلى التماس، دائما الرقابة والتغطية بشكل ممتاز، وضربة مرمى لمصلحة عبد الملك عسلة. عبد الملك عسلة والخليفة الأمثل كما يقول القبيليون لفوزي الشوشي على مستوى حراسة المرمى. أمامنا على الصورة عبد الملك عسلة، مباراة طيبة بالنسبة لهذا الحارس في السيناريو الدور ربع النهائي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. العودية لمين يكسب التماس
بعد التدخل الأخير. إذن التغطية بشكل ممتاز مباشرة، رمية جانبية لمصلحة